فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. وأن جز مقادم رؤوسنا، وهذا سبق أيضا أنه في شعر الرأس أولا أنه ما يفرقه كما يفرقه المسلم كما سبق، وثانيا أنه يجز مقدمة رأسه، ولهذا نهي المسلم عن القزع وهو حلق بعض شعر الرأس وترك بعضه، لأن هذا من صنيع النصارى والمسلم لا يتشبه بالنصارى.